كيف تبدأ من جديد بعد فشل ذريع في العلاقة؟ كلنا معرضين للفشل سواء مهنياً أو حتى عاطفياً، لكن طريقة التعامل مع الفشل بتختلف من شخص للتاني. هناك نوعين من الناس بيتعاملوا فيها مع تجاربهم الفاشلة. النوع الأول ما بيعرف يتعامل مع الفشل أو الإخفاق بطريقة صحيحة، والناتج للأسف خيبات أمل كبيرة. من الأنماط اللي غير صحية خلينا نقول التعامل مع الفشل، الإنكار والإصرار على الغلط ما بيعترف بالإخفاق، وهذا ناتج عن التكبر، وإنه يعترف بالغلط من الأساس صعب جدا، فبينمو الفشل وبيستفحل زي العفن على الخبز والأرض، لما تشيله بيطول تيروح أثره. فمن الأول لازم تعترف إنه عندك غلط، وتروح عند الشخص اللي واقف معك وتقول له إنك غلطت، وتكون معاه تيساعدك، مش تتكبر وتقول بقوى لحالي وما بدي حدا يساعدني، لأنه بعدها رح تكون مش قادر أساساً توقف بشكل صحيح، وعلى الأغلب إنك بتضحك على حالك أو على حالك، ورح ترجع توقع كمان مرة.